هلو يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. متحمسه شديد اني اعمل لكم الفلوج ده لانه حسافر مع صحباتي لتركيا، فحوريكم التجهيزات وحوريكم السفره كلها. فاذا حبيتوا الفلوج ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي. خلاص خلصت من التستيف، هنا في مكياجي، في شنط، في جزم، في حاجات زي دي. بعدين هنا الملابس خلاص برضو قفلتها، بس باقي لي اخد كده بفوق، بحب اخد البشكير بتاعي كده بفوق يغطي كل حاجة وبس. وحقفل الشنطة دي، والشنطة دي حاخدتها جوا الشنطة دي. الشنطة دي حابة اني اشيلها فاضية ما فيها ولا حاجة، لأسباب واهداف معينة حوريكم ليها. لكن ديك حاخدتها جوا، دي حتكفي ان شاء الله. من الحماس للسفر مجهزة اللبسة بتاعتي من امس بالليل طبعا. هلبس كده شيرت ابيض ومعاه بنطلون لونه اسود ده، ومعاه السكارف ده. وفي يدي حكون شايلة الشنطة دي اللي هو فيها جوازي، فيها محفظتي، فيها الحاجات دي كلها. الليلة صباح السفر، فحبيت أروق بشاي بحليب وبعدها أبدأ أجهز. انتوا يا جماعة ما فاهمين أنا متحمسة كيف للسفرة دي. يعني من كثر ما أنا متحمسة ما قدرت أنوم بالليل، فهسة حاسة إني نعسانة شديد. يمكن متى زي الساعة 3 وحاجة صباحا، من كثر ما أنا متحمسة إني حشوف البنات وحسافر وكده. وصحيت الساعة 6:30، يعني هسة الساعة تقريبا 7. فيعني أنسوا التعب، لكن حاخدكم معاي في السفر، حاخدكم معاي في المطار، حوريكم السفرة كانت كيف، فخليكم مستعدين. خلاص هسة جهزت كده، أنا جاهزة بس مستنية. طلبت جو اللي هو زي أوبر علشان يجي ياخدني ومتجهة على المطار. أنا متحمسة جدا، وحاعيد وأكرر في الفيديو ده كله إنه أنا متحمسة خالص خالص. وعارفة في ناس كتير اللي هو بتعرفني أنا وسافر ومريم برضو كمان حيكونوا متحمسين، لأني ماشية وأخيرا ألاقيهم تاني. لي 7 شهور أو 6 شهور ما شفت الجماعة ديل، فجدا متحمسة. في المطار قررت انه اعمل اديت للفلوج لانه وصلت بدري شديد، وهسه انا بس مستنية الطيارة ومسافرة انا بالخطوط السعودية. اول حاجة حامشي جدة، عندي كونكشن هناك، بعد جدة حتى حاخد الطيارة لتركيا. هسه انا في الطيارة، بعد شوية كده الاقلاع. احلى حاجة في الرحلة دي انها قصيرة، يعني لانه من الخرطوم لجدة المسافة ابدا ما بعيدة، فدي احلى حاجة صراحة في الموضوع ده. وهسه خلاص عايزين نقلع. طبعا اهم حاجه في كل رحله الاطفال، البيبكو والمستحيل يسكتوا. فديل الاطفال ديل كانوا قاعدين يبكوا من اول الرحله لاخرها صراحه. وصلت مطار جده يا جماعه. هسه عندي كونكشن 3 ساعات هنا في المطار، بعدها حتجي على اسطنبول. الحمد لله الكونكشن ما طويل، بس 3 ساعات. طبعا انا متعودة على كونكشنز طويلة خالص، فده حنين يعني. بدلت ملابسي، غيرتها علشان البلوزة البيضة اللي كنت لابساها صراحة اتوسخت، فقلت خلاص خليني أغير. ومن بعيد كمان لمحت البيك، كنت أساسا بفتش عليه لأنه يعني ده أهم بارت في السفرة كلها. عايزة اشتري واحدة من ديل لانه ضيعت حقتي. دي اهم حاجة يا جماعة لازم في السفر، خاصة اذا الرحلات بتكون طويلة، مريحة شديد.
اوكي هسه خلاص ماشي على البوابة، اخذت البيك اهم حاجة، وهسه متجهة على البوابة استنى هنا. يمي طبعا يعني متحمسة جدا 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 اني اكل الحاجة دي. جبت فراي من البيك، وجبت الساندويتش بتاعهم اللي هو مسحب سحب التشيكن، لكن ما كنت قاله صغير كده، كان جبت واحد ثاني معاه، لكن يلا ما مشكلة. أكثر حاجة بحبها لما يكون عندي كونكشن هنا يعني ترانزيت كده في السعودية اللي هو موضوع البيك ده، بكون متحمسة له أساسا. أكثر حاجة في السفرة كلها بكون متحمسة إنه أوصل إنه السعودية علشان آكل البيك في المطار، وبعدين نشوف البيك صار شنو. هسه سو فار السفرة دي صراحة الحمد لله متسهلة، ما في أي مشاكل، لكن دائما حين بكون كده في عرقلات كثيرة بتمر بالواحد خاصة في السفر، فالحمد لله هسه ما في أي حاجة، ما في أي مشكلة. المهم هسه قبل ما يبرد دايرة آكله، لكن أحكوا لي في التعليقات يا جماعة أنتوا برضو كيف سفرتكم، كانت آخر سفرة ليكم، هل كانت في مواقف حصلت ليكم عوارض كده يعني. فهسه حآكل سريع، الطيارة باقي لها زي ساعة كده، فحاكل سريع لأنه برضو عشان عايزة موية صراحة، فالحق أجيب موية وعلشان شنو الحق البوردين. وصلت تركيا، هسه ده مطار اسطنبول، فهسه بس همشي اخذ الشنط بتاعتي واشوف الحاصل شنو علشان اطلع او اتحرك على البنات. خلاص وصلت اسطنبول، هسه ماشيه على الهوتيل، البنات مستنيني علشان حنطلع طوالي ونلاقي باقي الشله. يا الله الحماس الحماس يا جماعه، كنت بقول لكم عليه وهو اخيرا اخيرا، لكن كانت رحله طويله شديد ورحله متعبه خالص، من اكثر الرحلات المتعبه بجد، عرفتوا يعني؟ ما عارفه ليه تعبت كده، يمكن لانه زي ما قلت لكم ما نمت كويس، لكن خلاص